اهلا يا سعيد، انا افتكرتك رحت الشغل، بس شفت الجاكيت بتاعتك والموبايل عرفت انك انت ما خرجتش. كنت فين؟ كنت عند فريدة بنتي في المرسم. ليه؟ لا ابدا، كنت بودي لها النسكافيه بتاعها وباخد النسكافيه بتاعي معها، وكلمنا شويه عايده. اوعى تكون كلمتها في الموضوع العجيب اللي انت كلمتني عنه امبارح. عايدة، أنا ما بتكلمش كلام عجيب على فكرة. لا بتتكلم كلام عجيب وغير واقعي وغير منطقي وما فيش منه أي نتيجة، لأنه غلط غلط ومش صح. على فكرة عايدة، أنا ما بتكلمش كلام عجيب ولا حاجة أبداً، والمعلوماتك أنا ما فيش حد في الدنيا يقدر يقولي أكلم بنتي إزاي وما أكلمهاش إزاي، وجندي لبريق واشرب من القردة وسيب لبريق. يا عايدة، في معلومة عايزة أصححها لك. أولاً أنا مش حد، ثانياً وده المهم بقى، فريدة دي بنتي أنا زي ما هي بنتك بالظبط. بس أنت نسيتي بقى إن أنا اللي ربيت، وأنا اللي كبرت، وأنا اللي تحملت المسؤولية، وحضرتك غايبة على طول وفين وفين لما تيجي تطل علينا كده وبس. عايز أقول لك على حاجة تانية عايدة، من فضلك حسبي على كلامك وطريقتك في الكلام معايا، لأنك عارفة للصبر حدود، عارفة حدود الصبر طويلة وواسعة وغير محدودة، لكن بتبقى سم لو جابت آخرها. فاهمة يا عايدة؟ ألو، أيوة يا عمر، أنا الحمد لله كويسة. عمر أنا عايزك ضروري. طب أنت بس قفش عليا ليه عيودة بس؟ عملتلك حاجة أنا؟ حاضر والله. طب فريدة عندها مشكلة؟ طيب خلاص ماشي، حاضر، بس عندي مشوار عند خالد في الجامعة أخلصه وأكلمك على طول. هكلمك والله. يلا سلام. سلام. شفت أنا بحب مين يا عمر؟ جميلة يا خالد، جميلة، بس دي دنيا، دنيا بجد. وهي جميلة دي قليلة، جميلة يعني جميلة في كل حاجة يعني. ماشي كده اوكي. محطتلكش السكر يا كابتن. شكرا يا دنيا. قولوا لي عملتوا ايه في موضوع السفر للندن؟ انا خلاص قدمت الباسبور النهارده للجامعة عشان الفيزا. وانا ده بيخلص لي الموضوع مع السفارة، هو اوريدي عنده شغل هناك، فالموضوع مش هياخد وقت، هيخلص بسرعة يعني. لا تمام، جميل. انت عايز حاجة يا عمر؟ لا بس كنت بفكر نغير المكان. واي نوت، ممكن نقعد في الكافيه اللي بره. لا انا قصدي نغير المكان خالص. خالص ازاي يعني؟ يعني من بره الجامعة، تجديد يعني. فكرة. بس مش هينفع. ليه يا دنيا؟ انتي مش خلاص خلصتي محاضراتك النهارده؟ هي مش كده، بس انا ماكسيموم نص ساعة ولازم امشي، مامي عاملة عزومة ولازم اكون في البيت. احنا مش كنا متفقين نقعد مع بعض النهارده لحد الساعة 6؟ ايوه يا خالد، بس هي كلمتني وانا بجيب الكوفي للكابتن وقالت لي على الحوار ده وخالته وكده. سيبها براحتها يا خلود، هي خسرانة. انا كنت هاخدكم منطقه جديده واعرفكم على واحد صاحبي. واحد صاحبك مين؟ اشمعنى يعني هو بالذات؟ عشان هو مختلف، بيشتغل شغلانه انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، وساكن في منطقه انتوا ما تعرفوهاش برضه. كنت اوريكم جو الشوارع والحواري والقهاوي البلدي. يلا مفيش نصيب. لا بس انا ممكن اكلم مامي اشوفها، لو نفع ان انا اجي معاكم هعمل كده. بليز اقنعيها يا دنيا. لا هتراي يعني. اكسكيوز مي. اتفضلي. ايش بقول لك يا خلود؟ ما تديني رقمها كده عشان لو حبيت اطمن عليك وانت ما ردتش عليا ابقى اكلمها. انا حافظه، ممكن اسجله لك. اتفضل. اوكي.
خلود؟ ايه. ولما بتكلم حد ومعاه تليفون مش بيديك وقت؟ المفروض. تمام. طيب تمام يلا بينا. يلا بينا يا جامد. صبري بقول لك ايه، عايزك تاخد الاستاذ تلففه لفه حلوه كده في المنطقه. ها يلا بينا. لا لا لا، ايه بقى انت؟ استني اقعدي معايا شويه، لسه مش بعتش منك، لسه بدري. استنى انا كمان ونروح كلنا سوا. مش عارف ليه شامم ريحه نفسنا في كلامك كده. يا اخي عايز استفرد بيها شويه. ايش يا عم ما تزقش. يلا بينا. يلا زق انت. تعالي يا دنيا اتفضلي، عايز اتكلم معاك شويه. طيب اروح بقى انا اطلع الحاج كده خمسة وارجع لكم. اتفضل يا فاضل. عن اذنكم. اتفضل. عن اذنك يا هاني. اتفضل. تشربي حاجة تاني؟ ميرسي. هو حضرتك كنت عايز تتكلم معايا في حاجة؟ خالد. ماله خالد؟ في حاجة؟ في كتير يا دنيا، في كتير. ايوه بس انا مش فاهمة قصد حضرتك. انت عارفه خالد بيتعامل معاك على اساس ايه؟ كلوز فريندز. ده اللي انت شايفاه. شور خالد ممكن يكون احسن صاحب اي حد ممكن يعرفه في الدنيا. اكيد طبعا، بس هو مش شايفك كده، وانا بشويه خبره قليله كده اقدر افهم ان انت اكيد برضو عارفه كده. سوري يا كابتن، امال خالد بيتعامل معايا على اساس ايه؟ هو قال لك حاجه؟ قال لي حاجات. خالد بيحبك. No way. ليه يعني؟ نو انا مش قصدي، انا قصدي يعني انا لو كنت حسيت ان خالد بيتعامل معايا بحاجه شبه كده شور كنت هغير معاملتي معاه عشان يعني بس ما يتضايقش. لا انت حاسه يا دنيا وفاهمه وعارفه وبتحوري. بحور؟ ايوه، والا ما كنتيش عملت التمثيليه بتاعت مكالمه ماما وخالتك والمكالمة الوهمية اللي انت عملتيها دي. بليز يا كابتن من فضلك، انا ما اسمحلكش انك تتعامل معايا او تتهمني اتهام مش حقيقي. اهدي بس كده وما تتحمقيش وسيبينا اكمل الكلمتين اللي عندي. عشان خالد اللي مش عاجبك ده ومستقطرة نفسك عليه، بالنسبة لي انا اهم من نفسي شخصيا. يعني لو حد فكر يخدشه خدش صغير قد كده، يعني ممكن ما يعرفش ينام بقيت عمره من اللي انا ممكن اعمله معاه. استهدي بالله واسمعي الكلمة الخلاصة من أخوك الكبير. أولاً أنا ما بتهمكيش بحاجة يا دنيا. أنت بتتعاملي مع خالد صح جداً، مش غلطانة. بالعكس ده أنت بتعملي كل حاجة عشان تحافظي على علاقة في مساحة اتنين صحاب قريبين من بعض. طيب وإيه اللي مزعل حضرتك؟ أنا مش زعلان، أنا قلقان. انت اكيد عارفه ان خالد حساس زياده عن اللزوم، خصوصا يعني في الحاجات اللي فيها مشاعر دي. عشان كده انا عايزك تساعديني وتساعديه هو كمان. اوكي بس انا برضو محتاجه ان حضرتك توضح لي اكتر. بصي انا عايزك ما تسيرهوش في اي حاجه ممكن توصله انك بتتعاملي معايا باسلوب مختلف عن اي معامله تانية مع حد من زمايلك او صحابك. اوكي وانا اوريدي بعمل كده، وحضرتك اللي لسه قايل ده. ايوه بس برضه موضوع لندن ده يعني ممكن يفهمه هو بشكل تاني خالص. انا ما اظنش ان لو حد من زمايلك عرض عليك العرض ده هتوافق. شورنو وانا قلت لحضرتك ووضحت لك، يعني خالد بالنسبه لي مش زميل عادي او انه انا عارف صديق، صديق قريب كمان، فاهم؟ دي حاجه طبيعيه بتحصل بين اي اتنين نشأت بينهم علاقه صداقه بجد ونظيفه.
بس هو هيفهم كده؟ خلت خياله يوديه في منطقة تانية يا دنيا، منطقة هتحملك انتي مسؤولية صعبة بعد كده، خصوصا لما يجي يوم ويفهم ان كل اللي